أهلا بكم من أنقرة. تكثف الأحزاب السياسية في تركيا حملاتها الانتخابية قبل دخول الصمت الانتخابي مساء اليوم. وفي هنا في هذه الأثناء أو في آخر التطورات، الرئيس رجب طيب أردوغان حث مؤيديه وحذرهم من أنهم قد يدفعون ثمنا باهظا في حال صعود منافسه مرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليتشداروغلو إلى السلطة. تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن كليتشداروغلو يتقدم على أردوغان بفارق بسيط عدة نقاط، وأنه قد يتجاوز حاجز 50% اللازمة من الأصوات لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى دون الحاجة إلى دورة ثانية. نناقش الآن آخر التطورات مع مراسلينا. معنا من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، ومن أنقرة موفدنا سمير عمر، ومن ديار بكر موفدنا نايف المشاق. بس أنا أبدأ من اسطنبول. محمد المشهراوي، اليوم آخر مهرجان انتخابي للرئيس أردوغان، لماذا اختار اسطنبول وكيف هو الوضع في تحالف الجمهور أو الشعب الحاكم؟ لنبدأ من سؤال لماذا اختار اسطنبول. المهرجانات السابقة أظهرت أن اسطنبول تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة لدى حزب العدالة والتنمية. كنا شهدنا منذ قبل حوالي أسبوع تقريبا المهرجان الأكبر للحزب في مدينة اسطنبول، وفي مشهد مختلف عن باقي المدن والولايات التركية. يقول الرئيس أردوغان يومها إنه حضر المهرجان نحو 1,700,000 شخص، ولذلك ربما اختار الرئيس أردوغان أن تكون اسطنبول أن يختم بها حملته الانتخابية في مشهد يعيد تلك الصورة الكبيرة التي أسرته وأسرت كل مؤيديه بحشد جماهيري يريد تكراره. اليوم نحن على بعد أقل من 6 ساعات على دخول الصمت الانتخابي، بمعنى توقف الدعاية الانتخابية بالكامل لدى كل الأحزاب التركية وبكافة أشكال الدعاية الانتخابية، سواء تلك التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة أو في الميادين التي نشهد حاليا أوج هذه الدعاية في الميادين التي نصبت فيها خيام لمختلف الأحزاب التركية، ويحاولون من خلالها عرض برامجهم الانتخابية على المارة وإقناعهم بالتصويت. كل حزب يحاول أن يجير أصوات الناخبين لصالحه، وبالتالي نحن أمام ساعات حرجة وحاسمة. كل الأحزاب تحاول سباق الزمن لعرض ما لديها وما في جعبتها أمام الناخب التركي. طيب مشهراوي، أتحول مباشرة إلى العاصمة أنقرة، هنا مفدنا سمير عمر. سمير، كيف تتابع أنقرة وكيف تتابع حلف الأمة، تحالف الأمة المعارض وزعيم كليتشداروغلو، كيف هي المعنويات لديهم؟ يعني إذا أردت أن تسأل عن هؤلاء، من مشاهداتي يوم أمس واليوم يبدو يعني معنويات هذا الفريق في أعلى درجاتها حسب ما يعني لمسنا يوم أمس. لكن يوسف، دعنا نتحدث عن، يفصلنا الآن أقل من 20 ساعة عن موعد فتح صناديق الاقتراع في صباح غدا الأحد في 8 بالتوقيت المحلي. 191,000 صندوق انتخابي ستفتح أمام الناخبين. 20 ساعة هذه يوسف يحاول كل فريق من الفريقين الرئيسيين، سواء فريق أردوغان أو كليتشداروغلو، في أن تحسم لصالحه، بغض النظر عما أظهرته نتائج استطلاعات الرأي، بغض النظر عما آلت إليه الأوضاع والتعقيدات الانتخابية إثر انسحاب محرم إنجا. فالمؤكد، ونحن هنا بالمناسبة على مقربة أمطار، على بعد أمطار من مقر حزب أردوغان، حيث تظهر المنطقة حولنا حضور الدعاية الانتخابية لأردوغان، كل فريق يحاول يوسف أن يظفر بأكبر عدد من المؤيدين. هي حرب لن تنتهي إلا عند فتح صناديق التصويت، ومن ثم فالفريق الخاص بي
للرئيس أردوغان وأنصاره يحاولون أن يكسبوا أصوات محرم إنجا، ويقولون إن إنجا رفض الاتصالات التي وردته من كليتشدار أوغلو، ما يعني أن أنصاره سيتوجهون إلى أردوغان الذي تفهم ما وصفه بالضغط الذي مورس على إنجا من أجل خروجه من السباق الرئاسي. على الجانب الآخر، فريق كليتشدار أوغلو الذي أقام مهرجانا كبيرا شعبيا كبيرا في العاصمة أنقرة يوم أمس يواصلون أعمالهم هنا من العاصمة أنقرة، وكأن الفريقين اتفقا على أن يواصل أردوغان عمله من إسطنبول ويواصل فريق كليتشدار أوغلو عمله من أنقرة، يواصلون عملهم اليوم هنا من أنقرة بهدف الفوز بأصوات إنجا أولا، وثانيا تمتين البنية التصويتية التي أعلنت دعمها له. 20 ساعة أو أقل يوسف يحاول كل فريق أن تكون لصالحه حتى تفتح صناديق الاقتراع وانتظار النتائج في يوم غد. طيب نذهب إلى الشرق، جنوب شرق تركيا، إلى ديار بكر. موفدنا هناك نايف المشاقبة. نايف، ديار بكر هي معقل ربما حزب الشعوب الديمقراطية ذات أغلبية كردية، الآن هو يشارك باسم حزب اليسار الأخضر ومتحالف مع حزب العمال التركي، تحالف ثالث إذا كانت الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو، في الانتخابات البرلمانية بين ثلاث تحالفات. حدثنا أنت عن هذا التحالف الثالث الآن، التحالف يسار الأخضر. يوسف، هنا في ديار بكر تعتبر هذه المدينة كما ذكرت هي معقل للأكراد، هنا الصوت الكردي مهم في هذه الانتخابات، ويوصف على مستوى تركيا بأنه صانع الملوك، كناية عن أن الانتخابات التي يصوت فيها الأكراد اتجاه مرشح معين فإن هذا المرشح سيبقى في المنصب إلى أن يكف الأكراد عن دعمه. طبعا هذا صانع الملوك إذا كان الصوت الكردي على قلب رجل واحد في المعادلة الانتخابية، لكن في الوضع هنا في تركيا وأيضا في مدينة ديار بكر الوضع مختلف تماما. التحالفات الحزبية كما ذكرت هي مختلفة عن التحالفات الرئيسية، التحالفان الرئيسيان للانتخابات الرئاسية هما الجمهور وأيضا هما الأمة، لكن الأصوات هناك وفقا لما استطلعناه في الشارع هنا هي تذهب باتجاه كمال كليتشدار أوغلو، حيث أن الأكراد هنا يقولون أنه وعدهم وأطلع وأعطاهم وعود كثيرة وبالتالي هم سيصوتون له، هذه نسبة ربما لا بأس فيها ستصوت إلى مرشح تحالف الأمة، لكن أيضا هنالك على الجهة المقابلة أردوغان له أنصار ومؤيدين في هذه المدينة ويقولون أنهم سيصوتون له. هنا تنقسم يوسف الأصوات ما بين الاعتبارات القومية وأيضا الاعتبارات العقائدية، التنافس قوي شرس يوسف، المعركة محتدمة، الفروقات قليلة، وبالتالي الصوت الكردي هنا في مدينة ديار بكر يقولون أيضا أنه ينسحب على مناطق أخرى ثانية فيها أكراد، بمعنى أن ما تقرره ديار بكر سينسحب على المناطق الأخرى التي يوجد فيها أكراد، لذلك التحالفات الحزبية هي الأخرى التنافس فيها قوي وكبير والفجوات والفروقات ضيقة، وينتظر أن يكون هنالك إقبال من الناخبين باتجاه صناديق الاقتراع في يوم الاقتراع لتحديد التغيير الذي يطلبونه. الشباب هنا يتحدثون عن التغيير، والتغيير يقولون أنه لابد أن يأتي من صناديق الاقتراع، ربما تجد شيخ كاهل يقول أنه لا يريد أن يذهب للانتخابات لأنه سائمة كثرة الوعود، لكن الابن الشاب الذي للمرة الأولى يوسف سينتخب يقول أنه سيذهب للاقتراع من أجل التغيير. طيب نايف، واضح رأي الشباب مهم والشباب مع التغيير. شكرا جزيلا لشبكة مراسلينا من ديار بكر كان معنا نايف المشاقبة، ومن أنقرة كان معنا سمير عمر، ومن اسطنبول محمد المشهراوي.